بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، بنكمل كلامنا في الملف اللي اتناقشنا فيه قبل الفاصل مع معالي السفير هشام بدر المنسق العام لمؤتمر المناخ المتعلق بالمشروعات الخضراء والمتجددة، وكلمنا عن عدد من المشاريع، 6 مشاريع فازت بدعم وتمويل من البنك الأوروبي، وغير طبعا المشاريع اللي برضو هيتم دعمها من قبل عدد من البنوك المحلية والقطاع الخاص. عشان كده معانا دلوقتي على الهواء زميلتي العزيزة آية القاضي، هيكون معاها عدد من اللقاءات أصحاب المشاريع اللي فازت، نفهم من خلال آية تفاصيل أكتر عن طبيعة المشاريع دي وإزاي هتشتغل على الأرض. مساء الخير يا آية، أهلا وسهلا بيكي، وتفضلي طبعا مع ضيوفك ونفهم أكتر عن تفاصيل المشاريع اللي فازت. مساء الخير عليك يا لبنى، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الحياة في كل مكان. يعني مبادرة نقدر نقول عليها يعني رائدة في مجال التنمية المستدامة، وزي ما قال سيادة السفير هشام بدر، هي مبادرة يعني لها بعد في التغير المناخي وآثار التغيرات المناخية. في 6 من الفائزين هنا موجودين معانا، في 3 منهم هيكونوا معانا على الهواء مباشرة، في 6 موجودين في شرم، ويمكن 18 كمان، هم 3 فئات. خلينا نكون على علم أكتر وعلى دراية بيهم. وأهم المشاريع اللي كانت معانا دكتورة وهاد، هتكون معانا على الهواء مباشرة دلوقتي، الأستاذ دكتور وهاد سمير، برحب بحضرتك. أهلا بيكي. لو تعرفينا أكتر عن المشروع وفكرته. المشروع بتاعي الخردة باب رزق، هو عن فئة المرأة. قمت بتدريب حوالي 22 ألف سيدة على مستوى الجمهورية. فكرة المشروع إن هو الخردة موجودة عندنا، إحنا بيوتنا مليانة كنوز، ومصر مليانة كنوز، وعندنا موارد لا نهائية. فالفكرة ان احنا نستغل الحاجات اللي عندنا في البيت بدون ما ان احنا نرميها. يعني الكنوز بتاعتنا دي ما نرميهاش، الناس بترمي اي حاجة، حاجة اتكسرت، حاجة باظت، على طول الناس بترميها او مش محتاجة ترميها. لا، احنا بنستغل كل حاجة. نفست منها حلي، نفست ملابس، نفست قطع للديكور. فهي الفكرة ان انت تشتغلي بكل ما هو متاح عندك. كمان المبادرة الوطنية للمشروعات فكرتها كانت جميله جدا، اول مره طبعا تطبق وهتستمر ان شاء الله. كانت الفكره ان احنا نقدم مشروعات فيها تكون قائمه بالفعل وليس فكره. فكل المشاريع اللي اتقدمت، اكتر من 6000 مشروع، كان لازم يبقوا شغالين فعلا على ارض الواقع، في منتج طالع او في فكره منفذه. وبالتالي الفئات اللي كانت موجوده 6 فئات، انا اتاهلت للنهائي وفزت في فئه المراه. كمان ان هي وقتها كان 3 اسابيع بس، يعني مع ان هم كمان فتحوا لنا باب التقديم ويتفتح اكتر. كانت الاول نازله حوالي 12 او 13 يوم، بعدين اتمدت 11 يوم تاني، فبقت المجمل بتاع حوالي 3 اسابيع. عايزه اقولك ان انا عن نفسي سعيده جدا ان انا شاركت فيها، واول مره في حياتي اشارك في مسابقه او ان انا اشارك في حاجه كده. وسعيده اكتر طبعا ان انا فزت، ونفسي ان كل امراه يكون الخرده باب رزق ده شغال عندها، المحافظات كلها، كل السيدات تبقى منتجة، لأن هو بيعمل تمكين اقتصادي للمرأة، بيخليها تشتغل وهي في البيت، مفيش أي نفايات بتطلع من عندها، مفيش أي انبعاثات، حتى الخامات اللي بنستعملها بنعالجها. يعني لو مثلا اشتغلت بالإزاز عملت لي معالجة، لأن أنا بستعمله لبس او بستعمله اكسسوارز، يعني ليه وظيفه، مش منتج بس شكل، لازم يبقى ليه وظيفه. فبالتالي لازم يكون امن على البشره وعلى الجسم. خلينا نروح